طيب احنا معانا دلوقتي ونرجع طبعا للموضوع الاول اللي كنت بكلم حضراتكم فيه عن تنظيم مصر لبطوله العالم لكره اليد وعن منتخبنا كمان وادائه المشرف. بينضم لنا كابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم لكره اليد. برحب بحضرتك معانا يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام. انا بشكر حضرتك، طبعا عارفه انك موجود وبتتابع المباراه، بشكر حضرتك على مداخلتك معانا، بس يهمنا الانطباع يعني، وازاي شايفين هذا التنظيم، وازاي شايفين يعني نهايه هذه البطوله الحمد الحمد لله بهذا الشكل. يعني الحمد لله رب العالمين. البطوله شكت عن انتهاء، احنا عندنا شوط واحد بعد كده مراسم حفل الختام. الحمد لله كل اللاعبين سافروا بالسلام ما عدا اربع فرق، جميع الاوفيشالز تقريبا نصهم سافر ولسه النص الثاني بيحضروا مباراه النهارده. الكل الحمد لله، احنا كان عندنا تقريبا في حدود 1800 اجنبي، هم الاعضاء كلها واعضاء الاتحاد الدولي، الكل اشاد الحق بالاجراءات اللي كانت معموله وببطوله العالم من ناحيه الاقامه، من ناحيه الانتقالات، من ناحيه الصالات. بشكر طبعا يعني بلدي الجميله بكل الناس، بدايه من السيد رئيس الجمهوريه الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كلهم صراحه يعني أبدوا كل تعاون ممكن، ما كناش متخيلين إن ربنا هيكرمنا الكرم ده والبطولة تطلع الحمد لله رب العالمين بإشادة العالم كله في أجمل صورة. منتخبنا يا فندم، لأنه طبعا على قد ما احنا شفنا الدموع والحزن في عينيهم، على قد ما احنا فرحانين بيهم برضو وبأدائهم المشرف، وحتى تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم بعد انتهاء الماتش. أنا بعتبر إن مصر كسبت فريق، إن شاء الله الدورة الأوروبية القادمة في يونيو في اليابان دول هيحققوا لنا ميدالية. أنا متأكد إن الفريق ده يقدر يحصل على أكثر من ميدالية في أي دورة. أنا بعتبره من أحسن ثلاث فرق في العالم، فأنا مش حزنان إطلاقا، أنا مبسوط بيه جدا جدا. رجالة وأبطال على أكبر قدر من المسؤولية والمجهود والسيرت أو الروح، لا يعني فريق عالمي بجد. على أنا بتكلم كلاعب كرة يد. طيب كمسؤول بقى عن البطولة يا كابتن، ازاي برضو نستفيد من هذا الحدث، وازاي استفدنا، وازاي نسوق للحدث ده والقدرة التنظيمية للدولة المصرية في اخراجه بهذا الشكل؟ يعني احنا دلوقتي في اكتر من دولة بجد بيتكلموا معانا، من ضمنهم بولندا والسويد، عايزين ننقل الخبرات اللي احنا عملناها. نمرة اثنين، انا معتبر ان ال 1800 اجنبي اللي كانوا هنا دول يعتبروا سفراء لبلدنا الجميله، الناس مبسوطه جدا، شافت الاهرامات على قدر طبعا الاجراءات الاحترازيه الوقائيه، قدرنا ان احنا نعمل حاجه، شافوا كل تعاون من الناس في لجنه الاقامه والاعاشه في الفنادق، الصراحه قاموا بمجهود خرافي. يعني متخيل حضرتك ان الاختبار بتاع الفنادق قعد 28 يوم ما بيروحش بيتهم، قاعدين مقيمين في الفنادق، سواقين الاوتوبيسات والميكروباصات والعربيات كلهم مقيمين داخل البابل، ما فيش واحد فيهم روح. يعني احنا بقى لنا 30 يوم كل اللجنه المنظمه قاعده مقيمه عشان تخدم الناس دول. فانا متخيل الحمد لله سياحيا ومعنويا وادبيا، لا البلد الحمد لله بقت يعني عظيمه في نظر كل الناس. يا كابتن انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك، وعلى قد التعب على قد ما بيكون برضو النجاح والتميز. فطبعا انا بشكرك على وجودك معانا كابتن حسين لبيب مدير بطوله كاس العالم لكره اليد، شكرا جزيلا يا كابتن.